موجود، كيفن سايد جيم على المطية المتوسطة ما بيسجل، وريباوند من حرات. حرات والدريبلينج انسايد جيم من حرات ما بيحصل على الفاول، وان سايد وان سايد بيولع الدنيا، وان ستيب من حرات بوينت فاضل يدخل انسايد انسايد وما بينجح، والاوفنسيف ريباوند لحرات. حرات بيرجع بيواجه السلة والباسكت اجين احمد درويش، احمد درويش انسايد جيم والتورن اوفر. حرات، حرات لاعب ذكي بيعرف ياخذ الفاول، قرار حرات منطقة متوسطة انسايد جيم نايس موف حرات. خمسة بنجح بأول فري ثرو، بالثانية ما بينجح، والريباوند من حرات والفاعلية الممتازة من حرات. رشدي 10 ثواني على الهجمة، جود ديفنس، فيري جود ديفنس من نادي الوكرة، حضور ذهني عالي بالديفنس. حرات، حرات شو عم تعمل يا حرات؟ شو عم تعمل؟ حضور أكثر من ممتاز لحرات. تيفن انسايد جيم ما بينجح، والريباوند من أكثر لاعب فاعلية حرات. اول ذا واي على الباسكت وبالايده اليسار وبسجل ايزي باسكت. رشدي، خالد رشدي، مومر على المنطقة المتوسطة ما بينجح، ودائما ملك المتابعات حرات، متابعة عالية وسكور من الاوت من بيس لاين. حرات، حرات على المنطقة المتوسطة ما بينجح، وملك الاوفنسيف ريباوند حرات، لاعب ذكي كثير وبحصل على باسكت اند وان، ثلاثة فاول كمان، لاعب ممتاز بنشوفه يعني يعني ما بتشوف هالبيك بادي وهال هذا، بس بتشوف فاعلية عالية. اه لعيب، لعيب مميز جدا وذكي، بيحصل بياخذ الفاول الثالث من تيفن. شوفوا ذكي شلون هو حط ايده بين ايد تيفن عشان ياخذ الفاول والاند وان. هتبقى نقطة تحول كبيرة دي يا كوتش في الجيم. عم شوف حرات مسجل وحده، عم سجل وحده 14 نقطة من 31، إذا سجل النقطة هي يعني تقريباً عم تحكي بنص السكور. تيفن منطقة متوسطة، والمان تو مان ديفنس من حرات منطقة متوسطة ما بينجح، والديفنس ريباوند من كيفن. حرات نايس باس، باونس باس وإيزي باسكت من تالا 32. عم شوف بيك أند رول، جوليوس على الباسكت والستيل من حرات. اللاعب ظهر على التري بوينت، عمل جيم حلو عبد الله شاهر، لكن نسب متدنيه بالسكور. عم نشوف عبد الله شاهر النهارده عامل ماتش رجعه، فاجانا كلنا، فاجانا كلنا بصراحه. هو حرات صراحه عرفان يعني. حرات بعمل نايس موف، حرات ما بتوقف تحت الباسكت، وبحصل على الفاول من موسى والتوشاد. كيفن والبيك اند رول حاضر من ميروسلاف. كيفن 10 على الهجمه، خالد بيعمل نايس موف انسايد جيم، والاوفنسيف ريباوند من الفعال جدا حرات. ستاف اجين، حرات بحصل على الفاول بطريقه ذكيه على 3 بوينت. حرات ما بينجح بال 3 بوينت، لكن بنجح ياخذ الفاول، فاول كثير مهم على عرفان. عرفان علي خلال اقل من دقيقه عمل فاولين، الحكم الدولي جاسم بيقول فاول، وحرات بياخذ فاول بطريقه ذكيه. الكوارتر الرابع شفنا حرات عم شوط 4 على الفري ثرو، جاب 2 وكب 2، وهلا عم نشوف 3 على الفري ثرو لاين. انتهى الشوط الاول 34-40 لنادي الوكره، عم نشوف لنادي العربي، عم نشوف نادي الوكره مسجل 14 نقطه بهالكوارتر، بينما نادي العربي هي نقطته الثامنه 14-8. إذا نتيجة الكورتر الثالث 14-9، 21 نقطة للنجم حرات. انسايد جيم، ايزي انسايد جيم ما بينجح، احمد درويش نايس باس من حرات على الباسكت تالا بيسجل. ماتش اب برضه لان كمان ماتش اب، صح. 10 على الهجمة ما بيسجل خالد، الاوفنسيف ريباوند للاعب الفعال، 2 اوفنسيف ريباوند ورا بعض لمحمد حرات، عم بصنع الفارق لفريقه بال سكند شانس دايما في ايد محمد حرات. آه. وده اللعيب اللي بياخد دايما المكان الصح بالحصول على التايمينج، تايمينج مميز، وعنده السكند الفولو، الفولو للكوره عالي قوي.
اذا 59 57 لنادي الوكره في كوارتر يقلب فيه التوقعات ويرجع بقوه نادي الوكره. كلوز جيم من البدايه، لكن الوكره عم شوفه متميز بالكوارتر الثالث. كابتن اول فري ثرو بيسجلها حرات، برجع بمنح، هيمنح تعادل بتوقع، تعادل من جديد 59. كريستيان والباس حرات وبنجح very 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 nice move. الموشن كتير حلوة بآخر ثانية فاصلة من أجزاء حصل يعني نايس. والخالد حرات again nice defense، بحصل على الفاول and one، فاول الثالث على عرفان. جوليوس على الثري بوينت ما بيسجل، حرات بالأوفنس ريباوند بالدريبة بتضيع من كيفن. تاف ديفنس تاف ديفنس ميروسلاف، 8 ثواني على الهجمة ونايس باس خالد، بيأكد انه اسيستر كويس خالد سليمان. ندعي انه ما يطلع بالخمسة فاول كيفن عشان نضل مستمتعين بالجيم. اوه تورن اوفر مش بوقته ابدا من جوليوس، عمل جيم حلو جوليوس. حراد 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 بجيب خمس نقط ورا بعض بوقتهم، بحصل على جهاز تدريبي كامل، استقرار فني استقرار اداري، جيم حلو. فريقين مهتمين بالباسكت عم بيلعبوا باسكت حقيقيه. ثلاث دقائق ونص على الجيم وبيكسب الاند وان. اوه تورن اوفر مش بوقته ابدا من جوليوس، عمل جيم حلو جوليوس. حراد 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 بجيب خمس نقط ورا بعض بوقتهم، بحصل على جيم. موسى معه الكره وحرات عليه، حرات ستيل بوقته. حرات شو عم بتعمل؟ خبرات اللعيب حطين على نادي العربي في احلى امسيات الدوري المحترفين لحد الان. خالد سليمان هيلعب الاوت، موسى عم يشوفه بالمانتو مان على حرات. كابتن دولي خالد الأحبابي بيقول الفاول على موسى، تهيألي الفاول الثالث على موسى، لكن نادي العربي أسكيهني وبدني ممتع. كيف ما بينجح، والمتابعة من ملك المتابعة حرات. هنشوف الفاول على مين، الفاول على موسى، الفاول على موسى. خسارة يا موسى، خسارة يا موسى. والله منسفه لموسى، عمل جيم كثير حلو لكن طلع من بكير، لسه دقيقتين 22 ثانية. صارة كبيرة، صارة كثير كبيرة. الكابتن دكتور إيهاب بوضع لا يحسد عليه برجع الكابتن فريق أحمد درويش. حرات حرات الرسغ الحلو والحضور الذهني العالي، برفع سكوره ل 36 نقطة كأحسن مسجل بالجيم. برجع التعادل من جديد، تعادل من جديد 92-92، والثانية بسجل أحمد، ببحثوا عن تيفن 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 يا تيفن. واو واي فاول، أوفنسي فاول على تيفن، 10 ثواني أحسن لاعبين. بوينت لنادي العربي. هالهجمة كتير مهمة للفريقين، إذا دفع الوكرة حيرجع. هاند أوف حاضرة، ما بيسجل حرات، والمتابعة يا حرات يا حرات شو عم تعمل جوليوس.